طبعا وزارة التعليم العالي أصدرت مفاضلة التعليم العام ومفاضلة التعليم المجاني. بالنسبة لمفاضلة التعليم العام، تم اعتماد القدرة أو الطاقة الاستيعابية في الكليات. أما بالنسبة لمقاعد التعليم المجاني فقد تم اعتمادها بناء على الإمكانيات المادية في كليات ومعاهد جامعة إدلب، وقد تم مضاعفة عدد هذه المقاعد في هذا العام الدراسي ولله الحمد.